إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. من المؤمنين رجال، هكذا تبدأ الآية 23 من سورة الأحزاب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجولة مقام، الرجولة مبادئ وقيم ومواقف، الرجولة ناصرة للحق، الرجولة حارسة للإيمان والعقيدة، الرجولة فاعلة للخير، الرجولة مؤنسة في وقت الوحشة، الرجولة حاضرة في وقت الضيق. لذلك مدحها الله جل جلاله في وحيه الطاهر في عديد الآيات. في سورة الأحزاب الآية 23 من المؤمنين رجال، إبرازا لهذه الرجولة في حياة الرسالات، في حياة الدعوات، في حياة الأمم، في حياة الناس، وهي ثمرة من ثمرات الإيمان. الإيمان أكبر مشروع في حياة الإنسان، به جاءت الرسالات، به جاء الأنبياء والمرسلون، في مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة البقرة الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، إلى غير ذلك من الآيات التي ترسخ الإيمان في قلوب الناس. والرجولة ثمرة من ثمرات الإيمان بدليل الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي سورة ياسين الآية 20: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذن الرجولة مقام ذكرها الوحيان الكتاب والسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم من مقاصده الكبرى في نشر دعوته وتبليغ رسالته بناء الرجال، بناء الرواحل من الرجال والنساء. والرجولة مرة أخرى الرجولة مقام،
التاريخ أستاذ شاهد، كتب بماء الذهب مواقف رجولية للنساء في تاريخنا المضيء، كما كتب أيضا في التاريخ المشرق مواقف للرجال. الجميع مقصود بشرط تمثل تلك القيم والمبادئ والمواقف. الصحابة رضي الله عنهم بناهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أشرف على بنائهم الإيماني التعبدي التربوي الأخلاقي السلوكي الميداني. لذلك برجولتهم صبروا رغم أن البلاء والابتلاء قد نزل عليهم، كما وصف القرآن: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، درجات الابتلاء قوية جدا لا تكاد تحتمل، ولكن يحتملها الرجال الصادقون. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لأنهم يعلمون علم اليقين أن النصر في يد الله. آيات عديدة نقرأ في سورة آل عمران الآية 126: وما النصر إلا من عند الله. والآية نفسها تكررت في سورة الأنفال برقم 10، رقم 10: وما النصر إلا من عند الله إذا جاء نصر الله والفتح. آيات كثيرة: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فما ذكرت كلمة النصر إلا وربطت بالله جل جلاله. لذلك نعود إلى الآية التي يقول فيها ربنا عز وجل: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ثم أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا خلد القرآن ذكرهم، كما في سورة الحشر في الآية 8 ذكرت المهاجرين وختمت أولئك هم الصادقون، وفي الآية 9 من السورة نفسها تحدثت عن الأنصار، ومن خصال الأنصار المذكورة في الآية 9 من سورة الحشر: يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم تأتي الآية 10 لترشدنا لكي لا ننسى فضل الرجال، لكي لا ننسى فضل السابقين، فتعلمنا الآية أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما حصل لدى الصحابة رضي الله عنهم حصل مثله في بلدنا في وطننا، وهذه المنطقة وهذه البلدة شاهدة بمجاهديها برجالها بنسائها بأبطالها. ماتوا، نعم هناك من مات وهناك من يزال على قيد الحياة لقوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكذلك قرانا ومداشرنا ومدننا في هذا الوطن الكبير في الجزائر، دام الاحتلال الفرنسي قرن 32 سنة، ولكن الرجولة لم تمت في قلوب هؤلاء، في قلوب الرجال وفي قلوب النساء، في قلوب الصغار والكبار، فبذلوا الغالي والنفيس إلى أن تحرر الوطن. وكذلك يفعل إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي غزة، بلاد الأقصى، الأقصى أولى القبلتين
وثالث الحرمين الشريفين الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى رحلة الإسراء الأرضية ومنطلق ومبتدأ رحلة المعراج السماوية. تلك المقدسات تحتاج إلى من ينصرها، إلى من يحميها، وسكان هذه تلك البلدة أقاموا الحجة وبرأوا الذمة، والأمة مطالبة بتحقيق براءتها، كما أن الأحرار في العالم والشرفاء مطالبون بنصرة الحق وبمساعدة أولئك المظلومين المعتدى عليهم المحتلين. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم النصر عاجلا لا آجلا. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في غزة. اللهم يا رب تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال، اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم استرنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. استووا واستقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.